Nous allons, nous allons aller dans le même âge. So, a little bit. Frequency type, our resonance frequency type. The resonance frequency, I mean, I material part of the
الفريكوينس الموجودة عندي ما اقدرش اتحكم فيها. تمام؟ يعني سبحان الله ده كانها حاجة زي ايقاع داخلي لكل حاجة ربنا خليها في الدنيا. كل حاجة ليها ناتشرال فريكوينس. اوكي؟ الناتشرال فريكوينس دي هي الفريكوينس اللي بيحصل عندها ماكسيمم باور لو وصلت إلى هذه الفريكوينس. طيب. تعالوا بص بقى نشوف ايه الناتشرال فريكوينس. لما اعلى دي مده لوحدها احنا نقدر نقول ان هي بتساوي كل ان في الجذر التربيعي الواحد ماينس زي تربيعي. تعالوا نمثل الكلام ده بقى على الكورت ليزر. طيب انا قلت ان دي جبنه ودي عباره عن جوب جي وي. تعالوا نسمي كده المحور التحول بتاعتنا بنفس اساميها. فانا عندي دي جبنه ودي هنا انواع جي وي اللي هي نفس الاس دي اللي كنا بنشتغل عليها. طيب انا قلت ان الدلتا بتاعتي هي هذه المسافه. الدلتا بتاعتي من المعادله بتساوي زيتا اوميجا. يبقى اقدر اقول ان هذه المسافه هي عباره عن زيتا اوميجا كويس قوي. وبعدين عندي اوميجا بتساوي اوميجا ان الجذر التربيعي الواحد ناقص زيتا تربيعي. طيب من دي اقدر استخدم. تعالوا بص كده اوميجا ان بتساوي ايه؟ من الشكل بتاعي مش بتساوي الجذر التربيعي اوميجا تربيع زائد زيتا اوميجا ان كل تربيع؟ طيب هتبص كده ان العلاقه دي هي نفسها العلاقه دي بالظبط. يعني لو عليك انت دلوقتي الاوميجا هي لوحدها في المعادله دي. الاوميجا هي بتساوي المعادله مش بتساوي اوميجا على الجذر التربيع الواحد ناقص زيتا تربيع. لو انت جمعت اوميجا زائد يعني الجذر التربيع اوميجا تربيع زائد زيتا اوميجا هي كل تربيع. هبص الاقي المعادله دي اتحطت عندي اللي هي بتاعت اوميجا هي. لو اربعه طرفين. تعالى نبص على الشكل بتاعنا. يبقى اقدر اقول ان اوميجا لوحدها بتساوي اوميجا ان في الجذر التربيعي الواحد ناقص زيتا تربيعي عشان كان هناك قبل كده. طيب فاي فاي هي عباره عن ايه؟ فاي هي عباره عن الزاويه دي. لو قلت فاي كوزاين ماينس 1 يبقى فاي عباره عن الزاويه الكوزاين بتاعها زيتا اوميجا ان على اوميجا ان اللي هي الكوزاين بتاعها اللي هي زاويه الكفاره كام؟ زاويه الكوزاين بتاعها زيتا اللي هي الناتشرال في اللي هي الدامبنج ريشيو. واضح يا جماعه ولا لا؟ يعني مثلنا نفس المعادلات دي على هذه المحاور. فبصيت ان اي طول هنا بيمثل ريال بارك والناشونال بارك بهذا الشكل. وفي عندي الطول ده بيعبر عن اوميجا ان. تعالى بص على اوميجا ان ده. اوميجا ان لو انا حركت كده المحور ده كده هبص ان انا هوصل لتو بولز تانيين. يبقى كان الاوميجا ان ده بيمثل مجموعه من البولز ممكن السيستم يتحرك عندها. تمام؟ وبالتبعيه ليها تتغير اوميجا ان. هبص الاقي قيمه اوميجا بتتغير وقيمه فاي بتتغير. وانا عندي فرق من الكلام ده. الفرق بتساوي ايه؟ الزاويه اللي هي الكوزاين بتاعها زيتا. يبقى في هذه الحاله معادله الكوز عندي هنا بتحدد لي القيم الدلتا والاوميجا وبتحدد لي قيمه الفرق. او بمعنى اخر ان الدامبنج ريشيو زيتا والناتشرال فريكونسي اوميجا ان. تمام؟ والفريكونسي اوميجا كل الكلام اللي حد بعضها يا جماعه اللي حد بعضها موقع الكوز بتاعها. يبقى لما اجي اعمل كوزاين المفروض ان انا بحدد مواقع الكيرفز بناء على الزيتا اللي انا عاوزها. انا عاوز دامبنج ريشيو بشكل معين. فالدامبنج ريشيو فاين بيساوي كوزاين ماينس 1 زيتا. تمام؟ فمعناها ان انا بحدد موقع معين للبول. يبقى لان الديزاين بتاعي بتاعي الكنترول سيستم هو عباره عن تحديد لمواقع الكيرفز بتاعي. وزي ما اتفقنا في الاول خالص لو انا عندي بروسس بالشكل ده عشان نعرف الموضوع شويه. بروسس بيكون في عندي كنترولر وفي باب بهذا الشكل. مش احنا بنقول كده؟ تمام؟ والكنترولر بتاعي ده هو اللي بيتحكم في البروسس. لو انا خليت الترانسفير فانكشن الكليه اللي هي شغاله الكنترولر والبروسس بتاعي ايا كان الاوردر بتاعها حولتهم الى سيت اب اوردر سيستم واخترت مواقع البولز المناسبه مش في هذه الحاله ان انا عملت ديزاين للسيستم بتاعي بمعنى ان انا حددت قيمه الزيتا اللي هي الدامبنج ريشيو بتاعها وحددت في نفس الوقت قيمه الاوميجا ايه والاوميجا هتلاقوا الكلام لسه اربع شويه انتوا مش شايفين في الاول كده لما هناخد المسافه بص تلاقي الموضوع ابسط شويه. كل اللي انا عاوز اوصل له ان انا في عندي حاجه اسمها دام ريجريشن سيتا الدام ريجريشن بتاعتي بتحددها بايه الزاويه اللي انا بتحددها كوزاين فاي. يبقى الفاي بتاعتي دي هي عباره عن الزاويه اللي بتحددها مواقع الكوز. لو الزاويه دي نزلت لتحت شويه فبص الاقي ان الكوزاين فاي بتاعتي اتغيرت. يبقى بالتالي زيتا اتغيرت. طالما زيتا اتغيرت يبقى في الحاله دي انا اقدر اعرف قيمه الدلتا يبقى اقدر اعرف الناتشرال فريكونسي. لما اعرف الناتشرال
عشان في مثلا بتاع السيستم اقدر اعرف اتصرف في السيستم عند اي اوديو جاي بشكل عامل ازاي. هقول الكلمتين دول تاني اهو. اقول له اوكي. انا لو حددت مواقع البوكس بتاعتي ايه اللي اعرفه؟ لو لقيت بول هنا بول هنا ايه اللي اعرفه؟ ازاي اللي اسمها فايل؟ ازاي اللي اسمها فايل؟ الكوزان ماينس 1 زيتا بيديني زاوية فايل. انا فايل معروفة هستخدم قيمة زيتا. زيتا دي اسمها الابلكيشن. لو انا عارف الفايل والفايل هعرفها من مواقع البوكس يبقى عرفت الفايل هقدر استخدم زيتا. تمام؟ كويس جدا. في نفس الوقت انا اقدر اقول دلوقتي طالما انا عرفت زيتا ممكن اعوض عليها. تمام؟ طيب في نفس الوقت اقدر استخدم الناتشرال فريكونسي ولا لا؟ اقدر استخدم الناتشرال فريكونسي. الناتشرال فريكونسي لما سبب النقطه دي لحد الكور لان الرابر ده اللي هو عباره عن الناس التربيع اوميجا تربيع زائد زيتا اوميجا ان تربيع يبقى انا في سوست يبقى انا عرفت اوميجا ان. لو عرفت اوميجا ان فبالتالي انا عارف اوميجا اوميجا سهل اعرفه من الاول ليه؟ لان هو عباره عن نقطه كور ليه بوستيريال وبس ايماجينري. الايماجينري بارت بتاعها هو عباره عن اوميجا. طيب الناتشرال فريكونسي هو الفيرو دي اسمها اندامبد فريكونسي يعني هسميها ناتشرال فريكونسي اهو اندامبد ناتشرال فريكونسي هي اوميجا ان دي موجوده موجوده. فاكرين لما كنا بنشوف الريسبونس بتاع الكل في الجلسه حاجه زي كده مش السنه اللي قدرت اصلا حاجه زي كده يا جماعه الايرور لحد ما يوصل للصفر الفريكونسي دي موجوده غصب عني نتيجه مواقع الكود الفريكونسي دي. تمام؟ الفريكونسي دي هي اللي بسميها هي الاوميجا ان هي الان ناتشرال اللي هي الناتشرال فريكونسي. الاوميجا دي بتحدد لك اوميجا ان والزيرو. تعال ناخد مثال عشان تظبط المفهوم. طيب بس انا بقى ناخد مثال تعال نشوف الاتش او اس دي. عندي الاتش او اس دي عباره عن ايه؟ هو بصينا هنا. هي عباره عن ترانسفير فانكشن بتاعت السكند اوردر سيستم. هي ترانسفير فانكشن بتاعت السكند اوردر سيستم دي ايه؟ لما انا بقول اتش او اس يعني معناها حطيت السيستم ان تو تشيك تو ايه؟ يونت ستيب ولا يونت امبالس ولا ايه؟ الموضوع صعب النهارده. يونت امبالس يعني هو يونت ستيب لما يبقى عندي ترانسفير فانكشن كده لو انا قلت له دي ترانسفير فانكشن بتاعت السيستم مش ترانسفير فانكشن بتاعت السيستم هي اليونت امبالس الريسبونس بتاع السيستم لان انت عندك اليونت امبالس اليونت امبالس لابلاس ترانسفورم بتاعك كام؟ واحد. كانك هتقدر واحد في الترانسفير فانكشن. لو انت عندك الترانسفير فانكشن وعملت انفيست بلس ترانسفور يبقى انت جبت الامبالس ريسبونس بتاع السيستم. فلو انا عندي سيتا دور ده سيستم بهذا الشكل. طيب هو قال قال الامبالس ريسبونس ده الايجو بتاع الشكل وحطيت يونيك امبالس يبقى كل اللي انا عاوز اعمله ان انا عاوز احول عاوز اجيب الانفيرس بلس ترانسفورم بهذا الكلام. لو جبت الانفيرس بلس ترانسفورم بالكلام ده هيبقى عندي اتش اوف تي بتساوي اوميجا ان على اساس التربيع الواحد مع الاساس التربيع بس من الكلام. هتبص تلاقي في عندك ايه بقى؟ في عندك ناتشرال فريكونسي موجوده موجوده اوميجا ان. وهتبص تلاقي ان الاتش اوف تي بتتغير بتغير ايه يا جماعه؟ بتغير اوميجا يعني عند الفئه المختلفه الاوميجا هبص الاقي الاتش اوف تي عندي اتغير يعني الريسبونس تايم او الاتش اوف تي اللي هي الريسبونس بتاع السيستم في التايم دومين بيتغير. طيب يبقى في الحاله دي اقدر احدد قيمه زيتا لو انا عند فئه اوميجا مختلفه لو انا عارف الاوميجا ايه يبقى لو انا عاوز اعرف الدبليو ريليشن بتاع السيستم بتاعي لو انا عارف بقيه المواقع كلها هي الاوميجا ايه وعند اوميجا معينه اقدر احدد قيمه الدبليو ريليشن. طيب تعالوا نشوف شكل عشان احسن الموضوع بالنسبه لكم. انا ما شرحتش يا جماعه الجزء ده قبل كده على فكره بس انا عاوز بس هنفهمه مع بعض لان ده مهم جدا لما تيجي تعمل ديزاين للكنترول. فتعالوا نفهم مع بعض برضه اكتر. Yeah.
ليك في تو بولز، تو بولز كونجكت بولز بلاش تمام، وحطيت السيستم بتاعي ستيت انبوت وشفت الاوت، وبعد الاوت نميته في الاس دومين حولته الى التايم دومين. طبعا مش مطلوب تحفظوا حاجه زي كده او بس على الاقل تعرفوا شكلها يعني عاوز بس اوضحها لكم. فبص الاقي ان الواي اوف تي يا جماعه الاوت بتاعي يعني الفكره كلها هي عندي سيستم سيكند اوردر سيستم، المقام بتاعه ستاندرد فورم بهذا الشكل يعني اس تربيع، وقيمة كوفيشنت مضروب في اس وكوفيشنت مضروب في اس الى باور زيرو تمام؟ يعني ثلاثة في الشكل يعني مقام الشكل يعني اس تربيع زائد حاجة مضروبة في اس زائد قيمة سالبة زائد قيمة كويس قوي. ودخلت لهذا السيستم ستيت انبوت، ستيت انبوت يعني في الاس دومين ايه واحد على اس، جبت الاوتبوت بتاعي في الاس دومين طلع عندي اوتبوت واي اوف اس، وبعد كده عملت له انفيرس لابلاس ترانسفورم يعني حولته الى التايم دومين. هبص الاقي دي الشكل ده اللي هو واي اوف تي بيساوي واحد ناقص الكلام ده تمام؟ طيب يعني هبص الاقي ان الاوتبوت بتاعي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على زيتا وريلان وبيعتمد على حاجه اسمها اوميجا تي. تعالوا نشوف بقى كده الزيتا والاوميجا ايه اللي دول احنا عرفناهم قبل كده. الزيتا هي عباره عن كوزاين ايه؟ كوزاين فار، يعني الزاويه بتاعتي اللي هي عليها الكل، الكل موجود هنا يبقى الزاويه الكل على الصف خط مستقيم كده، الزاويه دي لو جبت الكوزاين بتاعها هتديني كل ايه؟ زيتا، يبقى انا قدرت اعرف زيتا تمام؟ كويس. وانا عارف الناتشرال فريكونسي بتاع السيستم بتاعي، يبقى اقدر اطلع فيه كل ده ولا لا؟ اقدر اطلع فيه كل. طيب تعالوا نشوف حل المعادله بيديني تصرف عجيب جدا نقدر يعني نستنتجه، ايه هو؟ لو حليت المعادله دي يا جماعه هبص الاقي التايم هيبقى شكله عامل كده، يعني الريسبونس هيبقى عامل كده ويحصل اوسيليشن لحد ما يوصل ليها يقترب من الصفر ويقول لا. الريسبونس اللي هو موجود بالاسود ده هو عباره عن رسم المعادله دي. يعني عند الفيلم عند لحظات زمنيه مختلفه وعند زيتا محدده واوميجا ان محدده اقدر استنتج منه الواي اوف تي تمام؟ كويس قوي. هبص الاقي الانفلوب ده لو انا خدت الماكسيمم بوينت هنا والماكسيمم بوينت هنا والماكسيمم بوينت هنا وصلت الكيرف ده، هبص الاقي الكيرف ده هو عباره عن اكسبوننشال فورم اي اس ماينس زيتا اوميجا ان اوف تي. يعني كان الاحلال اللي بتحصل هنا في شكل الموجه الامبليتيود اللي بيقل ده لحد ما يقترب من الامبليتيود تقترب من الزيرو بيعتمد على قيمه ايه يا جماعه؟ زيتا واوميجا ان. يبقى عشان الايرور بتاعي يقترب من الصفر لازم يكون في عندي زيتا واوميجا ان. تعالوا نتخيل بقى مواقع البولز والشكل ده هيتغير ازاي لو الزاويه لو زيتا دي اتغيرت. لو كان عندي البول بتاعي زاويه مقدارها 45 درجه يبقى الزيتا بتاعتي بكام؟ كوزاين 45 اللي هي 7 من 10. طيب لو كانت الزيتا بتاعتي عند زاويه اعلى شويه يعني زي بس دي هبص الاقي الزيتا بقت بكام؟ 5 من 10. طيب لو الزيتا قربت من يعني بقت الزيتا قربت من 90 كده 90 بكام؟ زيرو هتختلف من الزيرو تمام؟ يعني كان لما بوصل هنا ببص الاقي عندي ان الزيتا بقت قيمتها بكام؟ صفر. طيب اي حاجه وصل صفر بكام؟ واحد تمام؟ يعني معناها ان مش هيحصل دلوقتي خالص ديكي مش هيحصل استحلال، ده هبص الاقي فريكونسي ثابته لا تتغير خط مستقيم. فاكرين لما كنا بنقول مواقع البولز وقلت لكم هنفهمها بعدين ان انا لو انا عندي بولز على المحور الراسي بيبقى كريتيكال ستيل وبيبقى في عمليه اوسيليشن لا يحدث فيها اي نوع من انواع الاحتمال. ليه؟ لان قيمه الزيتا بقت بكام؟ صفر جدا قربت من الزيتا تمام؟ لكن طول ما البولز موجوده يعني في الشمال طول ما بقى عندي اي اس ماينس زيتا اوميجا اي تي دي ليها قيمه. فبص تلاقي بيحصل الاحتمال بهذا الشكل. طيب يبقى كائن الدم الجيش ده مهم جدا لازم في اعتباري انا لما اجي اعمل ديزاين للكنترولر بتاعي اللي احنا قلنا عليه انا ديزاين للكنترولر ده لازم اضمن ان الترانسفير فانكشن الكليه بتاعت هذا السيستم بتحقق لي زيتا معينه عشان اكون متوقع شكل الايرور بيتغير ازاي بيزيد ويقل ازاي حتى ما يعترف بالزيرو. هل انا عاوزه يستمر فتره زمنيه طويله؟ هل عاوزه يستمر فتره زمنيه اقل وهكذا؟ اقول لكم حاجه ثانيه برضه ظريفه جدا. لو انا قلت ان الكول بتاعي كان موجود بيور ريال يعني نيجاتيف كوارت بس يبقى في الحاله دي الزاويه بتاعته بكام؟ زيرو. طيب كده صفر بكام؟
ستة أيام تبقى في حالة أيام هتبص تلاقي إن الجيل ده هيبقى شكله عامل إزاي؟ خلاص ده مش هيبقى فيه أوسيليشن، خلاص ده إكسبوننشال بس بتزيد بهذا الشكل هبص الاقي الانتيريور بتاعي بيختلف من الصفر بالشكل ده. عشان كده قلنا لما تبقى بيور ريال موجود في الناحيه دي هبص الاقي مفيش اكسبريشن انا هبص الاقي بيختلف بالشكل. طيب عاوز اشرح لكم برضه حاجه كده نتخيلها شويه. لو انا عندي سيستم الريسبونس بتاعه بالشكل ده يا جماعه سكند اوردر سيستم ريسبونس بالشكل ده، قلت لك ان الاوتبوت بتاع السيستم بتاعي حطيت انبوت ستيب انبوت طلع اوتبوت بالشكل ده، تقدر تستنتج ان الانبوت بتاعه موجوده في ايه؟ ناحيه الشمال، تمام؟ ولو قلت لك سكند اوردر سيستم هتقول لي ده في تو بوينتس موجودين ناحيه الشمال، كويس كده؟ طيب لو كان لقيت عندي السيستم بتاع الريسبونس بتاعه بهذا الشكل هنستنتج ايه؟ ان السيستم بتاعي لا السيستم بتاعي ستيبل ولكن في هذه الحاله مفيش ستيشن يبقى الريال بارت بتاعي هو اللي موجود بس والسيستم بتاعي مفيش فيه كومبلكس بارت او ان الريسبونس فيه بيقترب من الواحد تمام؟ طيب لو كان السيستم بتاعي بيقترب من الواحد ده لكن بياخد فتره زمنيه طويله لحد ما يوصل للواحد. لو قلنا على هذا السيستم اوفر دامبنج سيستم ايه اوفر دامبنج؟ تعالوا نتخيلها كده. اوفر دامبنج يعني انت موجود قيمه كبيره قوي، فعشان يوصل للستيدي ستيت بتاعته هياخد فتره زمنيه طويله لحد ما يوصل فيها للستيدي ستيت. تمام؟ لو السيستم بتاعي سريع جدا، سريع جدا يعني لو حاجه بالشكل ده ووصل بسرعه كده للستيدي ستيت بتاعته، لو قارنت السيستم ده بالسيستم ده، بتسمي السيستم ده اوفر دامبنج، لانه بياخد فتره زمنيه طويله طويله جدا عشان يوصل فيها للستيدي ستيت. لكن ده وصل الى ستيدي ستيت فاليو بسرعه او اقترب منها اسرع فاقدر اقول ان السيستم ده اندر دامبنج. ما حدش اتلخبط يا جماعه ان هي الجواب كده قوي في الكتب بالعكس. اوفر دامبنج يعني معناها ان انا عامل له دامبنج قوي جدا فعامل له دامبنج قوي جدا يعني مرض السيستم يعني مبطل السيستم فبص الاقي السيستم بتاعه بياخد وقت طويل قوي عشان يوصل الى ستيدي ستيت. الايرور عشان يقترب من الصفر بياخد فتره زمنيه طويله جدا عشان يقترب من الصفر. فبسمي السيستم بتاعي اوفر دامبنج. عامل له دامبنج عالي. طيب لو انا عامل دامبنج بس الاندر هنا مقصود بيها ان انا عامل دامبنج بسيط. يعني مش غالي السيستم بتاعي. فبص ان السيستم يوصل الى الستيدي ستيت فاليو اسرع. تمام؟ طيب الاوفر دامبنج والاندر دامبنج بيعتمد على ايه برضه في واقع الامر؟ على مواقع الكورس. يعني بيعتمد على ايه برضه؟ على زيتا. ايه؟ طيب تعالوا نبص لحد المعادله دي كده. اللي هو الستيب انبوت عشان نفهم بس انا بحاول احكيها يا جماعه كده عشان تقدر تفهمها في ستيب شويه. تعالوا نبص للستيب انبوت تاني. ادي الريسبونس بتاعه لو انا عندي سكند اوردر سيستم حطيت له ايه ستيب الاوتبوت بتاعي في التايم دومين هيبقى بهذا الشكل. كويس قوي. يبقى لو انا عندي كل ال ان دي ثابته وزيتا ثابته يبقى اي ماينس زيتا اوميجا ان كل الثلاثه كده ممكن يتحول الى اكسبوننشال حاجه في النيجاتيف. تمام؟ عشان كده بقول لك صدق ايه؟ اي اس ماينس حاجه، اي اس ماينس حاجه، مش كل ده يتحول الى اي اس ماينس حاجه؟ كويس قوي. طيب لو انا بتكلم بقى على فريكونسي دومين بمعنى اخر، لو انا غيرت قيمه الكوني ده لو غيرت قيمه الكوني ايه اللي هيحصل؟ هبص الاقي ان الواي اوف دي عند لحظات زمنيه مختلفه مع تغير الكوني ده يعني لو قلت ان دي عند لحظه زمنيه معينه تمام؟ وحسبت قيمة كوني وغيرت الكوني يعني غيرت الانبوت فريكونسي اللي داخل السيستم عند لحظة زمنية عند نفس اللحظة الزمنية فبص لقيت ان الواي اوف تي بتاعتك اتغير ولا لا يعني كأن الواي اوف تي هي فانكشن برضه في الاوميجا تمام؟ الاوميجا دي بسميها ايه؟ الاوميجا دي بسميها اندر بوتنشال فريكونسي. الاوميجا دي بسميها ايه؟ دامبنج فريكونسي تمام؟ هي الفريكونسي اللي بيحصل لها دامبنج يعني في لحظه زمنيه معينه عند كل كوميديا معينه ممكن الاقي الواي اوف تي قيمتها بتساوي زيرو، لكن الكوميديا ناتشرال عمرها ما قيمتها بتساوي زيرو، اللي هي كانت ليه؟ لو احنا جينا غيرنا
دايره كامله بتفرق او نص دايره عشان يبقى سيستم ستيبل، ابص الاقي الدهون جاي لي بتاعها ثابته اللي هي الناتشر فيمرز اللي هي الرابطه. لكن قيمه الماجيكا دي بتتغير ما بتتغيرش، موقع الدهون بيتغير يبقى الدهون دي بتتغير. يبقى الماجيكا دي هي زاويه، هي عباره عن فريكونسي متغيره بالسيستم، ولكن الدهون اللي هي الناتشر فريكونسي بتاع السيستم. يعني عشان يحصل ريسبونس لاي سيستم في الدنيا، الريسبونس بتاع اي سيستم في الدنيا هو محتفظ بفريكونسي خاصه بيه اسمها ناتشر فريكونسي. اي سيستم في الدنيا دي فريكونسي خاصه بيه، الناتشر فريكونسي بتاعه بتعتمد على نوع الماتيريال، بتعتمد على طبيعه السيستم، بتعتمد على حاجات كتير اسمها ناتشر فريكونسي. اندامج فريكونسي، فريكونسي ما اقدرش اعملها بالمحلال، ما اقدرش اخلي الفريكونسي توصل للصفر، هي ليها قيمه. دي بسميها الناتشر فريكونسي. الناتشر فريكونسي هي الاندامج فريكونسي. طيب لكن في اوميجا ثانيه انا لو حطيتها من بره ابص الاقي الريسبونس بتاع السيستم بتاعي يتغير. دي بسميها ايه بقى؟ دي دامبي فريكونس، لان قيمتها الاوتبوت بيختلف باختلاف هذه الكلمه. ده احنا عاوزين نشوفه. ان انا في عندي حاجه اسمها ناتشرال فريكونسي ام دامبي، في عندي حاجه ثانيه اسمها دامبي فريكونسي بتعتمد على بتتغير الريسبونس بيتغير بتغير هذه الكلمه. عشان كده اعتبرنا التغير الكلي ايه؟ كما لو كان نص قطر بتاع دايره كده، ولكن كل ده بتتغير، وبالتالي اللي بيتغير مع كل ده عباره عن الزيتا، يبقى الزيتا بتتغير والكل ده بتتغير تمام؟ مع ثبات قيمه اوميجا. يبقى اللي انا بعمل في اللي انا كل اللي انا بعملها مع انا كراجل ديزاينر بتاع كنترول سيستم او ديزاينر بتاع كنترولر، كل اللي يهمني ان انا احط كنترولر بوسيله او باخرى، احط ترانسفير فانكشن جوه السيستم تمام؟ هذه الترانسفير فانكشن معبره عن فيزيكال بروسس، احنا بنتكلم على الديزاين بتاعها. معبره عن فيزيكال بروسس بس بحيث ان انا اضمن ان اضمن ايه بقى؟ اضمن ان البوينتس بتوعي انا اللي بحطهم في المواقع المحدده، انا اللي بحدد مواقع البوينتس كراجل ديزاين. فلما بحدد مواقع البوينتس يبقى انا عندي اوميجا ناشفه ثابته تمام؟ يبقى اقدر اعرف تصرف السيستم عند فريكونسيز مختلفه هيبقى شكله عامل ازاي بتغير مواقع البوينتس دي. ممكن احط الكل هنا، ممكن احرك اشياء كل هنا او كل هنا، يبقى في مع كل تغير لازم اتوقع ان الدم الريشيو بتاع الثيتا بتتغير، وبالتالي شكل هذا الفيلم الاوسيليشن دي ممكن تزيد تكبر تاخد فتره زمنيه اكبر، ممكن تقل تمام؟ الديتيل اللي بيحصل ده على حسب قيمه ثيتا اي اس ماينس 4 اي اس ماينس نص غير اي اس ماينس 1 غير اي اس ماينس 4 من 10 اي اس ماينس 7 من 10، يبقى كان سرعه الاستجابه بتاعت السيستم بتاعتي بتتغير بتغير ايه؟ بتغير مواقع الكورس اللي انا بحطها عن طريق الكنترولر. الكنترولر اللي بحطه ده هو عباره عن ترانسفير فانكشن، بعمل لها انسيرشن جوه السيستم، بحطها جوه السيستم علشان يتصرف بطريقه انا عاوزها، بطريقه معينه انا عاوزها، عن طريق تحديد قيمه الزيتا. يبقى الزيتا هي مفتاح حل التحديد. الزيتا هي مفتاح حل التحديد، ده من بيشي. لو اخترت اي زيتا في النص الشمال اقدر اتوقع تصرف السيستم ازاي. حتى لو السيستم بتاعي كان الاوردر اعلى مفيش اي مشكله، انا بقول ان اي سيستم مهما كان الاوردر بتاعه انا ممكن احوله الى سكند اوردر سيستم، واقدر اقول ان السكند اوردر سيستم ده ابروكسيمتلي تقريبا بيتصرف زي السيستم الاصلي اللي هو هاي هو هاي. تخيلت بس القصه دي يا جماعه سيتا والكلام ده، وبرضه لازم نكون فاهمين كده وفي دماغنا دايما ان لو انا عندي ريال بارت، لو انا عندي الكل بتاعي عباره عن نيجاتيف ريال بارت بس هيكون سريع جدا تمام؟ كويس. كل ما الزاويه بتاعتي كل ما 45 دي كل ما الزاويه اللي هي الزيتا دي تقترب من الصفر كده، كل مش هيبقى فيه اوسيليشن والسيستم هيبقى اصعب ويوصل لستيت ستيت اصعب، لكن قد يكون ده انا مش ما اقدرش اعمله. عارفين ده معناه ايه يا جماعه؟ ده كان متخيل معناه ايه؟ ده معناه هتفضل معناه ان انت عندك بروسس ليها انيميشن ليها شكل معين، لازم اي حاجه في الدنيا لازم تاخد وقتها عشان توصل لستيت ستيت. انت كده معناها ان انت عاوز تعمل كنترولر يجبر البروسيس ان هي توصل الى الستيت ستيت باسرع ما يمكن، ممكن تكون البروسيس ده تحمل السرعه دي تمام؟ يعني انت دلوقتي مثلا بتجري ميه، تغير درجه الحراره، تغير درجه الحراره ما بتتغيرش في الجو والضغط، انت بتاخد فتره زمنيه معينه. فلما انت كراجل ديزاين لما تيجي تعمل ديزاين للكنترولر ما ينفعش تخلي السيتا بتاعتك ما ينفعش تحط البروسيس تخلي السيستم ازرار بعد ما تحط الكنترولر يتصرف كما لو كان الدور بتاعته قريبه قوي من المحور الواحد، لان في الحاله دي هتوصل ايه؟ هتوصل لستيت ستيت
هي انيرشيا او لازم تاخد وقت عشان توصل للسبيس. كويس كده. يبقى كل الشغل بتاعنا اللي هنتعلمه بعد كده ازاي نعمل ديزاين لهذا الكنترول. لان في الاخر بعد ما بعمل الكنترولر ده بدخل الترانسفير فانكشن كليه لانها جي او اس على واقع زي جي جي او اس للترانسفير فانكشن كليه وهيبقى عندي ترانسفير فانكشن مقر جديد. المقر الجديد ده ممكن يكون بتاع هقدر اسال الكنترول سيستم. لما اقدر اسال الكنترول سيستم اشوف البروبولز واقدر اغير في الديزاين زي ما انا عاوز اعدل فيه كذا مره اعمل سيميوليشن واعدل كذا مره لحد ما اوصل للريسبونس اللي انا عاوزه. انا اللي بخدم دلوقتي الراجل زي ما هو اللي بيحدد الريسبونس بتاع السيستم ده شكله عامل ازاي؟ يعني بيحدد ايه يا جماعه؟ بيحدد الزيتا بيحدد حاجات كتير قوي. حاجه اسمها اوفر شوت الناس ما اوفر شوت. انتوا خلي بالكم في حاله ترانزيت دي ابص يعني انا ممكن دلوقتي الموتور اللي انا عاوزه يثبت عند عدد دفعات معينه سرعه سهله سرعه معينه. الاول بتحصل ترانزيت بيزيد على السرعه بيحصل اوسيليشن ممكن في حاله ترانزيت دي لو الكرنت عالي شويه ابص الاقي الاوفر شوت دي بسميها اوفر شوت يا جماعه دي بسميها اوفر شوت. انا هاخدها بعد كده انا بعد بس بحاول افتكر الموضوع ده. الاوفر شوت دي ممكن تسبب مشكله في الموتور كرنت عالي مره مره فلازم احدد لازم انا كراجل ديزاينر احدد الماكسيمم اوفر شوت هتكون فيه قد ايه. ومين اللي هيحدد لي الماكسيمم اوفر شوت؟ الزيتا والويب ايه؟ تمام؟ كويس قوي مش كده بس ان انا لازم اقول ان السيتنج تايم في حاجه اسمها سيتنج تايم. ايه السيتنج تايم؟ اللي هو التايم اللي بعد فتره معينه السيستم ده بيوصل عند قيمه ثابته ولا يتغير السوشيال ميديا بتقل ويا اما تثبت يا اما تقترب من الصفر. تمام؟ مجرد ان هي بتثبت بسد الفتره الزمنيه من اول التشغيل لحد اللحظه اللي بدا فيها الثبات ومفيش فيها تغير بسميه سيتنج تايم. سيتنج تايم هنقول المره الجايه انا عاوزك تسمعه بس محدش يقول بسميه سيتنج تايم. سيتنج تايم يعني ايه؟ الزمن بتاع الاستقرار ده هنقوله بعد كده ونحسبه والكلام ده. طيب يبقى عرفنا حاجه اسمها سيتنج تايم، حاجه اسمها اوفر شوت، في حاجه اسمها رايس تايم. رايس تايم مجاز ممكن نعتبره هو عباره عن من هنا لحد ما يوصل يو بتساوي واحد. في مانيوالز كتيره وفي كتب كتيره يقول لك 90% من الفاينل فاليو، لو الفاينل فاليو بتاعك قد ايه تكسر فين؟ بتساوي واحد، بعدين ستيب ممكن نقول مرور الوقت هيبقى بتساوي واحد، يعني الريفرنس هيقترب من الميجر فاليو، يعني كان الايرو ده هيقترب من ايه؟ كان الايرو ده هيقترب من الصفر، لما تكون القيمه دي بتساوي القيمه دي، فانا لو حاطط يونت ستيب هنا وظهرت هنا يونت ستيب انا بقول ان ده عادي وما بيحصل. لا ده انا بعمل الديزاين بتاعي ان لما دي تكسر انفينيتي التايم الاوت بتاعي يقترب من الواحد. تمام؟ كويس قوي. ففي كتب كتيره جدا بيقول لك النقطه دي اللي هي عندها بيقترب من الواحد بس لسه بس هيعدي بعدها التايم ده بسميه الرايس تايم. في كتب تانيه بتعرفها 90% من القيمه دي بسميها الرايس تايم. مش مهم. مش مهم 90% او وصل، المهم انا افهم مفهوم. هو عباره عن الوقت اللي هو بيقترب 90% بيقرب 90% من الفاينل فاليو او بيقرب من الفاينل فاليو هنا ولكن لسه هيكمل بروسيشنز مختلفه يبقى ده اسمه لايف ستايل. في حاجه ثانيه اسمها سيتنج تايم بعد ما البروسيشنز تقف خلاص بقى سيتنج تايم. في حاجه اسمها اوفر شوت. الزيتا والاوميجا ان اللي هي مواد بعد البولس هي اللي بتحدد لي الاوفر شوت بتحدد لي السيتنج تايم بتحدد لي الرايس تايم. واضح؟ فاهمين يا جماعه القصه دي في السكند بس مدخل لحاجات تانية كتير قوي. فاهمين القصه دي كويس؟ نقف على كده ونتكلم. اديني 10 دقايق كده وانا بقول لك